اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات ذا دكتورز. انا عايزه اقول لكم انا مع جدا كونسبت او فكره ان حد يقول لك انت لازم تتقبل شكلك بتفاصيلك بكل حاجه، بس انا مش مع فكره ان انت تبقى عارف ان انت عندك او انت عندك عيوب معينه في بشرتك مثلا، في شعرك، في جسمك، وتقول لا انا هتقبلها زي ما هي وانا هتقبل شكلي بالمنظر ده ومش هحل اي حاجه، خاصه السيدات اللي ممكن مشكله واحده من دي في جسمها مثلا تاثر على نفسيتها وعلى طريقه التعامل مع الناس اللي حواليها وحتى على حياتها الزوجيه. وانا صراحه مش بقول لكم دايما في الفقرات خاصه المتعلقه بالتجميل كل اسبوع انا بقول لكمش تعالوا نعمل عمليه تجميل، انا بتكلم في تعديلات تجميليه صغيره جدا عباره عن جلسات وعن سيشنز مش هتاخد من وقتكم حاجه، هي زياره واحده بس تحل لك مشكله ممكن تاثر عليكي مدى الحياه. عشان كده احنا في السيجمنت النهارده احنا حابين نسمعكم ونسمع اسئلتكم ونجاوب عليها، بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه ودكتورتي الجميله الموجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز دكتور مريان نادر، اخصائي الجلديه والليزر بعيادات نبض. اهلا بيكي يا دكتور مريم. اهلا بيكي. اول حاجه يا دكتور، احنا بيبقى عندنا مشكله دايما ان احنا ممكن نقول ندمج ما بين جمله تقبل نفسك زي ما انت وان انا عندي عيوب عايز ان انا احلها علشان اوصل للبرفكشن او لمعايير الجمال اللي في دماغي بتمثل صوره الكمال، نوصل للوسط ازاي؟ هو الفكره ان بقى كونسبت عند الناس متفاوت شويه. يعني في ناس تيجي تجيب لي صوره موديل او صوره حد معين وعايزه انا عايزه ابقى زيها، تمام، وفي ناس لا هي فاهمه ان هي شكلها كده، ان هي طبيعتها كده، ان هي خلقت ربنا كده، بس في ديفو بسيط احنا بنحاول ان احنا نعدله. فالناس اللي متفهمه ان هي طبيعه شكلها كده وان هي بس عندها ديفوات بسيطه دي سهل التعامل معاها وسهل توصل للوك كويس متواكب مع معايير الجمال، لان هي مش اسطمبه ثابته بتمشي عليها كل الناس. يعني مثلا مش عشان الفنانه الفلانيه عملت كذا فانا لو عملته هيبقى شكلي كويس بالموضوع ده. بالعكس، انا لو عملت حاجه تليق على بشرتي، يعني تملي انا بشرح لها احنا لو عملنا اللي انت عاوزاه هيبقى شكلك كذا، لو عملنا الطبيعي اللي هيليق مع شكل بشرتك، اللي هيليق مع مرحلتك العمريه، اللي هيليق مع معالم الوجه كلها او تقطيع الجمال بتاعه البشره، هيبقى شكلك بالشكل الفلاني وده هيكون انسب ليكي. يعني هي بتكون متخيله شكلها عامل ازاي قبل ما احنا نبدا. بس احنا برضو لازم نتحكم بقى في سقف التوقعات بتاعها علشان الموضوع ما يوسعش منها قوي، لان احنا برضو كستات بيبقى لا انا حاسه ان الفكره اللي في دماغي او اللي انا هطبقها دي هتطلع بشكل ثاني خالص طبعا، غير اللي في الواقع هتطبق يبقى شكلها عامل ازاي. طيب احنا عندنا كميه اسئله كبيره جدا واحنا حابين نسمع من مشاهدينا. اول واحده استاذه ساره بتقول شكل وشي شكله مش طبيعي وكمان بخاف جدا من الابر وتقدمت في السن وشها فيه ترهل بنسبه كبيره. هي عندها، ممكن نقول في ناس كتير جدا عندها فوبيا من موضوع الابر، تخاف اي يعني حتى لو عندها مثلا برد عندها حاجه لازم تاخد مضاد حيوي، لا انا هعيش واتعايش مع البرد ومش عايزه اي حاجه. اللي بيخافوا من الابر دي هنعمل لهم ايه؟ اولا انا حابه ارد على فكره ان احنا بنخاف من الابر، احنا قبل ما بنعمل اي بروسيجر عندنا في المركز، قبل ما نعمل اي حاجه في توبيك انستيزيا، في كريم مخدر موضعي بيتحط، تمام، قبل اي حاجه بتتعمل دي. رقم واحد. رقم اتنين، لو انت فعلا مش متقبله فكره الحقن وعايزه تعملي حاجات بدون حقن خالص، موجود، يعني ده موجود ومش هتحسي بالم. أوكي. سواء بنعمل حقن مش هتحسي بالم، احنا بنكون حاطين كريم مخدر موضعي والابر اللي بنحقن بيها بتكون ابر صغيره جدا مناسبه للحقن البسيط اللي احنا بنعمله. لو احنا برضو خايفين، ستيل خايفين من فكره الحقن وعايزين نعمل حاجه كانتي ايجنج، موجود، هي وشها بدا يترهل، هي مش عاوزه تعجز بدري وبدا يظهر سنه ساجنج في البشره، بدا يظهر فاين لاينز، نقدر نشتغل في كل ده بدون ابر. يعني لو انا عندي بدايه ظهور ترهل او انا مثلا في مرحله الثلاثينات ومش عايزه وشي يترهل، هبتدي اشتغل على هايفو. دي الفئه العمريه اللي احنا بنتكلم فيها زي الكيس اللي معانا دلوقتي بالظبط. احنا هي دي حاله خايفه من الحقن وعايزه تشتغل على حاجه على بشرتها انتي ايجنج وتعمل لها ليفتنج، تعمل فيس ليفت او تعمل شد للوجه بدون ما تعمل جراحات، بدون ما تعمل حتى ابر، بدون ما تعمل بوتوكس، بدون ما تعمل فيلر، بدون ما تعمل خيوط. كل ده نقدر ان احنا نستعيد عنه بان احنا نعمل هايفو. اوكي، هنقدر نوصل لو هي جت في البدايه هنقدر نوصل لمرحله الخيوط او لمرحله شد الوجه بس على سيشنز، يعني نقدر نشتغل بالاجهزه بان احنا نوصل لنتيجه الشد بس عن طريق كذا جلسه. تمام. هنشتغل ازاي؟ هنشتغل بجهاز الهايفو. الهايفو ده عباره عن، او الجهاز الموجود الاحدث من الهايفو شويه اسمه اولفت. اولفت ده عباره عن موجات فوق صوتيه بتشتغل على البشره، بتعمل تنشيط للكولاجين. انا بقول للبيشنت انت مع الوقت ومع الاجهاد ومع اللايف مع حياتك ومع العمر الطبيعي بيبتدي وشنا ينزل اصلا في البشره، في بشره الكولاجين، الكولاجين بدا يتكسر، فاحنا عايزين نرجع ننشطه مره ثانيه عشان يعمل لي ليفتنج او شده في البشره. تمام. نتيجه الهايفو ده بتبان في خلال شهر، يعني البيشنت وهي خارجه من عندنا بتحس بنتيجه فرق مثلا بنسبه 5 ل 10%. اوكي. النتيجه النهائيه بتظهر في خلال شهر وتفضل تتحسن معانا لغايه 3 شهور. عشان كده بقول للبيشنت لو هي في سن مثلا 30ات ممكن تشتغل جلسه وبعد 6 شهور جلسه وبعد كده كل سنه.
ده وانا في مرحله اللي مثلا بكوكايه، لان احنا كل سنه عن سنه بشرتنا بتتاثر بالبوليوشن اللي في الجو بعمرنا الطبيعي بالتقدم في السن الطبيعي، فاحنا بنشتغل بحاجه قويه كانتي ايجينج بتقاوم الاجهاد والارهاق اللي في البشره. لو انا في مرحله اكبر شويه 40 ل 50 سنه ممكن اشتغل سيشن كل 3 شهور على مدار اول سنه، وبعد كده هبتدي اشتغل كل سنه جلسه برضو كوكايه. اوكي، ده في مرحله الترهل يعني. استاذه ساره ممكن اقول لها ممكن الجهاز او التقنيه المناسبه ليها هي الهايفو؟ هي الهايفو بالظبط. تمام. طب احنا استاذه سهيله بتسال، هي استاذه سهيله من الناس اللي بتخترع في نفسها زينا كلنا تقريبا او نسبه كبيره من الستات، البيلينج هي عندها مشكله ان هي عندها هايبر بيجمنتيشن، في تصبغات كتيره جدا في وشها، فهي بتقول هي قرت ارتكل كتير جدا عن اللي بيقشر الوش، وهي قاعده بتخترع بقى في البيت عشان توحد لون البشره. في جزئين، في جزئين في الموضوع ده. الحاجات الطبيعيه اللي بتتعمل اللي بيجيبوها من عند العطار ويقعدوا يجربوا، ده بيقشر وده بيوحد لون البشره والحاجات دي كلها، هم في دماغهم ان دي حاجه طبيعيه اكيد مش هتضرني، هل ليها اضرار ولا لا؟ وايه الالترناتيف او ايه البديل الطبي ليها؟ اكيد طبعا لها اضرار. انا جات لي بيشنت الاسبوع اللي فات جايبه لي ازازه مش مكتوب عليها اي حاجه خالص، ولا اي انجريدينت ولا اي حاجه. هم واحده قريبتي حاجه من عند العطار كده جميله، انا مش عارفه هي عباره عن ايه، انا نفسي مش عارفه هي عباره عن ايه. جات لي جايبها لي، انا واحده قريبتي جربت الازازه دي حطيتها على وشها كبيلينج او كتقشير. اوكي. واديتها لي عشان نصحتني بيها يعني، لان هي كان عندها اثار حبه شباب في وشها. تمام. فهي حطيتها على وشها وشها فعلا اتحرق. وشها اتحرق بالظبط، لان هي مش عارفه الماده اللي هي حاططها دي ايه. اوكي. صاحبتك نفعت معاكي الماده دي، مش شرط ان هي تنفع معايا انا كمان. ان انا مش عارفه سنسيتيفيتي بتاعه البشره إيه. مش عارفه ايه الماده اللي انا بحطها على وشي اصلا، الماده دي هي استخدمتها بدون لجوء لطبيب وعدت المره دي، مش شرط ان هي حتى كمان في كل مره ان هي تعدي. الطرق دي انا برفضها تماما، لازم نلجا لطبيب مختص عشان يعالج الهايبر بيجمنتيشن. او تقول بقى دي حاجات طبيعيه وهتفيد بشرتي واستحاله تضرني والحاجات دي كلها. ممكن يكون عندي سنسيتيفيتي منها، ممكن يكون عندي حساسيه، ممكن تسبب لي التهابات في بشرتي. احنا ممكن نعمل، لو هي مثلا مجرد يعني التصبغات اللي في البشره دي انواع. دي يا دكتور صح كده؟ بالظبط، دي عندها نوع من انواع الكلف، هي مجرد عايز تعمل يونيتون لبشرتها. أوكي. وعندها كلف او تصبغات جلديه. تمام. في الحاله دي بنعمل تقشير معالج للصبغه، يعني لو انا عندي كلف، الكلف ده تصبغات جلديه نشطه، بنعمله تقشير معالج للصبغه في المنطقه في الوجه. تقشير بالليزر؟ لا، تقشير بمواد بتقشر الجلد وبتعالج الخلايا التصبغيه اللي في البشره. تقريبا ممكن نحتاج كام جلسه؟ البيشنت بيلاحظ فرق مع اول جلسه، بنحتاج تقريبا من 2 لـ4 جلسات، جلسه كل شهر. لو البيشنت اكتفت بواحده خلاص، لو وصلت النتيجه اللي هي عايزاها. أوكي. عايزه تحسن هتاخد واحده ثانيه بعد شهر. وطبعا في الفتره دي الوقت الشده اللي احنا داخلين عليه ده وقت مناسب للتقشير. فاحنا بنعمل تقشير، بنحط سان سكرين الصبح وسان بلوك الصبح، وبنحط كريم مرطب بالليل. تمام. ده الروتين بتاعنا اللي هنفضل ماشيين عليه. لو انا عندي اثار حب شباب ممكن نعمل تقشير احماض فواكه، يعني مش كل الحالات هي اسطمبه واحده بانواع التقشير كلها. معظم الناس فاكره اصلا يا دكتور ان الموضوع كله التقشير عامه بتاع التوب بتاع التقشير هو التقشير بالليزر. مش شرط، في ناس ينفع لها فراكشنال ليزر، في ناس ينفع لها كيو سويتش ليزر، في ناس ينفع لها تقشير معالج للصبغه. اوكي. في بعض الشباب عندهم اثار حب شباب مع حب شباب نشط شويه، فممكن نعملهم تقشير احماض فواكه. تمام. كل مرحله عمريه وكل درجه بشره وكل مشكله في البشره لها نوع من التقشير مخصص ليها، ينفع معاها وما ينفعش مع البشرات الثانيه. طب والتقشير اللي احنا بنتكلم عليه ده مثلا ما بين الجلسه والثانيه، اضطر ان هم يقعدوا في البيت ياخدوا اجازه من الجامعه، لان في ناس عندها اتندنس وعندها حاجات وفي ناس عندها شغل، فما يقدروش ياخدوا اجازات مطوله بقى علشان يقعدوا يقشروا وشهم ويعملوا الحاجات دي كلها؟ لا طبعا، مش شرط ان هم يقعدوا في البيت طول الفتره دي. احنا بنقول بس ممكن هي لو هتيجي يوم مثلا الخميس وهتنزل شغلها يوم الاحد، يومين بس تكون ما تنزلش في الشارع، او لو مضطره تنزل تنزل بس تحط سان بلوك الصبح. فتره اللي احنا داخلين عليها فتره الشتاء دي فتره مناسبه للدرجات كل انواع التقشير، لان الشمس بتكون اهدى شويه. أوكي. احسن من الشتاء. الشتاء بنقول البيشنت على الاقل 3 4 ايام مش هتنزلي في الشمس خالص. تمام. دلوقتي لا، البيشنت ممكن تنزل وتحط سان بلوك مناسب لها وتكرره كل ساعتين، مش هيعمل اي مشكله. لا مش هيعمل مشكله. طيب استاذه لوجي بتقول ان هي بدات تلاحظ ان في مسام واسعه في بشرتها، عايزه تعرف ازاي تعالجها. يعني دي ممكن نقول ان هي مشكله بنات كتيره جدا، وخاصه ان هم كل ما يحطوا ميك اب كل ما الكيميكلز والمسام قاعده بتشرب اكتر، كل ما بتوسع اكتر، فالموضوع يعني وسع مننا قوي. احنا بقى نعمل ايه بقى؟ بصي، هي لوجي ما حددتش مرحلتها العمريه. فممكن تظهر بيشنت تيجي تقول لي يا دكتور انا كنت في سن المراهقه ما كانش عندي مسام واسعه، او كانت عندي بصوره بسيطه. ولما بدات اكبر بدات المسام توسع. أوكي. فعلا يعني المسام الواسعه دي حاجتين، مسام واسعه في مرحله الشباب او في مرحله المراهقه عند سن مثلا العشرينات والثلاثينات. أوكي. دي بتكون نتيجه نشاط في افراز الدهون، فبشرتي دهنيه فبتفرز دهون كتير فبتطلع دهون عن طريق المسام الواسعه. تمام. دي لها علاج. ده الشكل اللي هو المسام الواسعه. بالظبط، دي المسام الواسعه. بس دي مش سكارز يا دكتور؟ يعني مسام واسعه وسكارز اثنين. بالظبط. وفي ناس كمان بتبقى متخيله ان هي عندها اي سبيكس سكارز، اللي هي السكارز العميقه جدا اللي فتحتها على الجلد الصغيره، فبتكون فاكره ان هي
مثلا موسعه، لكن هي فعليا بتكون اثار من مكان حب شباب. تمام. وفي مراحل عمريه اكبر شويه مثلا عند سن 40 سنه او 50 سنه بتقولي انا بدات الاحظ مسام وشي بدات توسع، ده نتيجه ان الكولاجين بدا يتكسر فبدات البورز توسع لان البطانه اللي حواليها بدات تفضى شويه. أوكي. فبدات المسام توسع معاها. تمام. فلو احنا نتكلم في مرحله عمريه صغيره هنعالج المسام الواسعه عن طريق فراكشنال ليزر ومعاها حاجات تونر، معاها حاجات قابضه للمسام شويه، حاجات بتريجوليت افراز الدهون، بتنظم افراز الدهون في البشره. أوكي. عشان تبتدي المسام تقفل شويه بشويه. طبعا المسام مش بتروح 100%، لكن الاثار بتاعت حب الشباب ممكن توصل ان هي تروح لنسبه 80 او 90%. طب انا عايز اتكلم عن جزئيه معينه يا دكتور قبل برضو ما نكمل كلام في التوبيك ده. في ناس كتيره فاكره ان البرفكشن او الكمال ان انت اصلا وشك ما يبقاش فيه حتى واحده، ما يبقاش فيه مسام خالص، مش باينه. حتى الميك اب في براندز وفي برودكتس كتيره جدا اللي هو بور فيلينج عامه بيملى المسام الواسعه. هل ده صح؟ الستاندرد ده المفروض نمشي وراه ولا في افريج طبيعي برضو لازم يكون فيه وجود لمسام بس بشكل طبيعي وبشكل صح؟ السؤال اللي انت قلتيه ده مهم جدا، لان هو فعلا بيشنت بتيجي تقول لي انا عاوزه اقفل المسام، عاوزه اشيل المسام من وشي خالص. البيشنت لو فهمت هي المسام ليه ربنا خلقها فينا هتعرف ان احنا ما ينفعش نشيلها تماما. انا طبيعه بشرتي دهنيه واصحاب البشره الدهنيه ما بيعجزوش بدري، بيعجزوا متاخر، لان هي بيكون ربنا خالق طبقه دهنيه بتحمي بشرتنا من الجفاف ومن الارهاق ومن عوامل الجو الخارجيه. اوكي. فكون ان انا احول بشرتي من دهنيه لجافه معناها ان انا هقفل المسام، ودي حاجه مش هينفع ان احنا نوصل لها. بس في ناس فعلا بتكون عندها المسام واسعه قوي بزياده فبنضطر او لازم نعالجها، لازم ناخدها علاجات، لان هي بتكون بورز واسعه جدا مهما استخدمت براندز ومهما استخدمت التونر ومهما استخدمت حاجات من دي برضه ستيل بتبقى المسام واسعه جدا، وده بيعملها مشاكل مرضيه، يعني بيخلي الدهون او الشعر على طول بيلمع. أوكي. بيخلي وشها يفرز، يطلع حبوب كتير لان الدهون بتطلع بغزاره. فالمرحله دي لازم ان احنا نعالجها. تمام. بس مفيش حاجه اسمها ان انا هقفل المسام بنسبه 100%، في حاجه هقلل حجم المسام شويه، هقلل اتساع المسام، هنظم افراز الدهون في بشرتي، هقلل من اللمع، هقلل من الحبوب، كل دي مراحل علاجيه. تمام. لكن اقضي على المسام تماما دي حاجه مش موجوده، دي حاجه مش صحيه. مش صحيه طبعا. بالظبط. طيب معانا استاذه نيفين بتقول ان هي عندها مشكله ان حاسه ان شفايفها دايما لونها بهتان، ويمكن ده بنات كتيره جدا جدا بتشتكي الموضوع ده في اوائل العشرينات يعني بالذات في مرحله الجامعه. ده يقول ان هما طب ماشي انا طول الوقت بره وفي الجامعه وباكل من بره ودايما الناس بتقول ان انا شكلي تعبان، شكلي بهتان، شفايفي لونها تعبان او ابيض. الحل اول حاجه ان احنا نعمل تحاليل نطمن ان مفيش اي مشكله تانية، وان هو مثلا نقوص خطر او اليرت ان في مشكله في جسمك او في مرض معين في جسمك، بعد كده ابتدي سيشنز ولا اعمل اول حاجه فعلا لو هي حاجه طرقت عليها، يعني هي كانت كويسه وفجاه الكل اللي يشوفها يقول انت مالك بهتانه، شفافك بهتانه ليه، فعلا زي ما انت بتقولي لازم نعمل تحليل صوره دم ونعمل. أوكي. تحليل مخزون الحديد في الدم. تمام. هو السيرم فيرتين عشان نطمن ان هي ما عندهاش نقص في مخزون الحديد. تمام. لقينا الدنيا كويسه هنبتدي السيشنز بتاعتنا، لقينا الدنيا فيها مشكله هنبدا السيشنز بتاعتنا وناخد علاج للمشكله المرضيه اللي عندنا. ان انا اخلي لون الشفايف بينك زي اللي في الكيس اللي قدامنا دي يا دكتور؟ بصي بقى، لون الشفايف بينك ده احنا ممكن نعملها عن طريق كذا حاجه. اولا لو هي ما بتشربش ميه كتير لازم تشرب ميه كتير. لو هي على طول ايوه طبعا مهم جدا، خصوصا احنا داخلين على الشتاء وهتلاقي الموضوع بدا يقل اكتر، الناس اللي ما كانتش بتشرب هتقلل، واللي ما يعني هتلاقي الموضوع شرب الميه بيقل كتير جدا في فتره الشتاء. انا بشرب عصاير، بشرب شاي، بشرب اي حاجه، ما دي ميه برده فيها ماشي مية. كويسه بس برده لازم يكون معاها ميه بيور، مش هي حياتي كلها هتبقى شاي وعصاير وحاجات من دي. أوكي. لازم يكون برده معايا ميه بيور. تمام. هنبتدي نشتغل على لو هي بتعمل، في ناس بتقعد على طول تبل شفايفها بلسانها. الحركه دي غلط جدا، عاده بقى عندهم، هي بتفتكر ان هي بترطب الشفايف. هي بترطبها وقتيا بتحس ان الشفايف بدات تكون طريه شويه. أوكي. لكن ساعه هتلاقي شفايفها نشفت تماما، زي ما يكون واحده بتغسل مثلا بلت ايديها ميه وسابت الميه على ايديها. تمام. بالظبط بعد ساعه هتلاقي ايديها نشفت تماما لان الميه بسبب جفاف في المنطقه دي. تمام. فالحركه دي غلط جدا وبتعمل جفاف وبتعمل قشور في الجلد، فاحنا اولا الحركه دي نحاول بقدر الامكان ان احنا نبطلها. دي حاجه. حاجه ثانيه ممكن نعمل فيلر توريد، في نوع من انواع الفيلر هو عباره عن كولاجين مش فوليومايزنج او مش بيدي فوليوم جامد بس. أوكي. بيدي لون بينك شويه، بيدي توريد في الشفايف. ممكن لو هي مش عايزه تعمل فيلر وعايزه تستخدم حاجه ناتشرال شويه ممكن نستخدم سيشنز بلازما، نشتغل سيشن كل شهر مثلا للوش كله، للشفايف عايزه مينلي للشفايف ممكن نعملها للشفايف للبشره كلها. عشان اوصل لايه؟ هنشط الكولاجين بتاع بشرتي. أوكي. الكولاجين ده مسؤول عن التايتنينج، مسؤول عن شده الجلد، مسؤول عن التوريده اللي بتبقى في الوش، مسؤول ان انا كل ما حد يشوفني يقول لي انت وشك منور، انت وشك شكله حلو، انت وشك مرتاح. ده سببه الكولاجين. بالظبط. فاحنا بنعمل بي ار بي او بلازما. بس مش بلازما لوحدها، بنعمل بلازما مع فيتامينز مع اكتيفيتورز بحيث ان احنا نوصل لافضل نتيجه، لان البيشنت كتير بتيجي تقول لي اول ما بقولها بلازما
انا عملت سيشنز كتيره قوي يا دكتور بلازما وما شفتش ولا نتيجه. ما شفتش نتيجه بالظبط. انت عملتي بلازما فقط ولا عملتي بلازما مع فيتامينز؟ طب البلازما مش اي طريقه فصل، مش عينه لما البلازما تطلع منها يبقى هي بلازما بتتحقن وخلاص. دكتور مثلا الكونتينر، التيوب، طريقه الفصل، ايه اللي بيفرق؟ التيوب وطريقه الفصل والاكتيفيتورز، في مواد منشطه لازم تتحط على البي ار بي عشان تدي جلوينج او تدي نضاره للبيشنت عايزها. أوكي. لكن لو السائل الاصفر بس لا طبعا ما نروح اي معمل ونفصل الموضوع ده. لكن في اكتيفيتورز بتتحط على البلازما، في فيتامينز بتتحط على البلازما، في كولاجين. سيشن النضاره عندنا في المركز احنا مسمينها جلسه مكثفه، بلازما مع اكتيفيتورز، مواد منشطه للبلازما مع فيتامينز مع جروس فاكتورز مع كولاجين، كل ده هيخلي فعلا البشره جلوي، هيخلي الشفايف مورده. طب احنا عندنا مشكله بقى يا دكتور مريان ان احنا دايما اي حاجه في التجميل نقول دي هتجيب كانسر. يعني دلوقتي بتكلم على توريد اللبس ويبقى شكلها بينك وجميل، انا هحقن لون في شفايفي انا هيجي لي كانسر وشفايفي هتقع وكل حاجه هتحصل. فكره اي حاجه تجميليه بتجيب كانسر ده جميل. هو كونسبت عند الناس كلها، مع ان احنا خلاص وصلنا لمرحله ان الناس كلها بقت عندها المفروض عندها درايه بالموضوع ده. تيجي تقول يا دكتور الليزر بيأثر؟ لا الليزر ما بيأثرش. يا دكتور البي ار بي بتأثر؟ لا ما بتأثرش. ولا اي حاجه من الحاجات دي. هقول لك ليه، لان هي من منظمه الصحه العالميه متوافق بيها، اف دي اي ابروفد، ومن وزاره الصحه المصريه الحاجات دي متوافق بيها. فانت بتعملي حاجه اتجربت 20,000 مره بره مصر وجوه مصر وزاره الصحه موافقه بيها، فهي فعلا ما بتعملش اي مشاكل. تمام. خصوصا البي ار بي دي من جسمك وبترجع لك مره ثانيه. الفيلر عباره عن كولاجين، او الكولاجين ده مكون اساسي في بشرتك واحنا بنرجعه تاني عشان يدي نضاره. بالظبط. انا بحفزه مش بزرعه او بحقنه. بالظبط. حتى كمان الفيلر، حتى الثريدز، حتى الحاجات دي كلها، الخيوط دي، حتى الناس اللي بتقول انا خايفه من الخيوط، الخيوط دي اي عمليه جراحيه بتتم داخل مصر وبره مصر بتتخيط بخيوط. أوكي. هي نفس الخيوط بس بتدوب. بس هي دي كل الفكره. هي دي الفكره. ففكره ان هي البيشنت، لا البيشنت ما تبقاش خايفه، لان الحاجات دي من منظمه الصحه متوافق بيها ومن وزاره الصحه المصريه. طب انا عايز اقول لك على حاجه يا دكتور مريان في موضوع الكولاجين ده، عشان احنا برده من ضمن الاختراعات جميلة والترندز الحلوة اللي على فيسبوك، ناس كتيرة جدا بقت تمشي ورا، يعني بتعمل شوبينج للكولاجين، كريم مكتوب عليه بس كولاجين، انجكشنز في الصيدلية يروحوا يحقنوا كولاجين، ما هم بيسمعوا ان احنا بنتكلم عن الموضوع ده فهم عايزين كولاجين من اي مصدر. مبدئيا هو الكولاجين بيمتص بطريقة مايكرو جدا جدا وما ينفعش انه يتحط على هيئة كريم او على هيئة انجكشن. كلمينا اكتر عن الموضوع ده، عشان في دلوقتي حاليا والله انا بشوف ان هو بزنس اتعمل على التوبيك ده. كلمينا عنه. انت عارفه الموضوع ده مهم، من حوالي 4 أو 5 أيام حد من زمايلي كنت قاعده معاه بتقولي انا جات لي بيشنت حقنه، جابت امبول من السوبر ماركت، من بيوتي سنتر عادي، السباز والحاجات دي بالظبط، امبول كولاجين. وهي عشان بتسمع ان الكولاجين بيتحقن فبيدي جلوينج، بيدي نضاره، بيدي كذا، خدت امبول، خدت سرنجات وحقنته في شفايفها. دي كانت كارثه. الحاله دي اضطرت ان هي تفتح شفايفها جراحه عشان تشفط الماده. أوكي. الحاله دي ورمت جدا. فهو ده اللي عايزه اوصله للبيشنت، ان انت بتحقني حاجه انت مش عارفه هي ايه. البيشنت جات لها جراء لان هي تسمع ان الكولاجين هيجيب نتيجه ومشيت ورا اماكن غير موثوق فيها، استخدم بقى زي بيوتي سنتر الحاجات دي كلها، وسمعت كلامهم وخدت الماده وحقنتها او حتى حطتها على بشرتها، ده دمار شامل. احنا بنحقن حاجه في مركز طبي، في مكان طبي معروف هي بنحقن ايه. احنا بنحقنش كولاجين، احنا بنحفز حاجه من الجسم، الكولاجين بتاعنا. وفي كولاجين ينفع يتحقن وفي حاجات ينفع تتحط توبيكال، فمش اي حاجه امبولز مكتوب عليه كولاجين يبقى انا هحقنه، مش اي امبول مكتوب عليه كولاجين احطه على بشرتي. اللي بيبقى برضو مكتوب عليها كولاجين دي ياخدوها ولا مش عارف اسمها اصلا سبلمنت كولاجين؟ ممكن، بس هي مش الفكره. انت لو خدتي علبه الكولاجين دي هتبتدي بشرتك تبقى جلوي ومشدوده و لا، هي بتحافظ زي فيتامين. انا باخد مكمل غذائي فيه كولاجين عشان الكولاجين مع الوقت بدا يتكسر، فابتدي اعوض بشرتي، اعوض جسمي، اعوض السكين بتاعي، جلدي. بس ما استناش النتيجه. بالظبط. يعني ما انتظرش ان انا هاخد العلبه دي فوشي هيتشد، ما انتظرش ان ده بيشنت جت بتقول لي انا بقالي شهر بستخدمه وما شفتش اي نتيجه. ولا هتشوفي نتيجه ولا هتشوفي فعلا. بالظبط. انت بتاخدي حاجه مينتننس، انت بتحافظي على بشرتك كسان سكرين، ككريم كولاجين، ككريم نايت كريم، بتحافظي، لكن مش هيعالج المشكله اللي اساسا موجوده. او لو عملتي بروسيجر مثلا، عملتي حقن، عملتي ثريدز، عملتي حاجه وعايزه تحافظي عليها، ممكن تاخدي ده، لكن هو يعالج مشكله قائمه عندي؟ لا طبعا مش هيحصل. طيب استاذه اميره بقى كل مشكلتها في حياتها هو شعرها مقصف وبيقع ومش عارفه تعمل ايه. تعمل ايه بقى؟ بصي بقى، تساقط الشعر ده مشكله كبيره جدا، مشكله كل بنات مصر. كل بنات مصر عندها مشكله في شعرها. طب اولا يا دكتور، من ميه مثلا ولا احنا من ايه؟ يعني في ناس كتير تقول من الميه، وفي ناس تانية تقول لا من طريقه اكلنا، وفي ناس تانية لا عشان احنا اصلا ما ناكلش صحي وملخبطين المواعيد، من انهي فاكتور؟
من كل دول مع بعض، الى جانب ان في الفتره الاخيره انتشرت جدا الصبغات، انتشرت جدا الكرياتين والفرد والحاجات دي كلها. كل الحاجات دي مهما كان مكتوب عليها زيرو فورمالين، لا هي فيها مواد بتاثر على الشعرايه، حتى لو هي مكتوب عليها زيرو فورمالين فيها ماده مع الحراره بتاعه البيبي ليس بتتحول لشبه لحاجه شبه الفورمالين، فتبتدي ان هي تدمر الشعرايه. اوكي. في شعر الكيرلي قوي ده ينفع ان احنا نعمل له حاجه زي كده. لكن الشعر الخفيف اللي هو يقول لك انا رحت كوافير وعمل لي بروتين معالج، مفيش حاجه اسمها كده. هو مفيش حاجه اسمها بروتين معالج اصلا. طبعا بالظبط مفيش حاجه اسمها كده، هو الفكره ان انا البروتين هيعالج لي شعري بس مش هيفرد لي شعري، يعني البروتين هيحوط الشعرايه بس مش هيدي شعرايه الشكل المفروض. طالما ادى الشعرايه الشكل المفروض معناها ان هو في نسبه من الفورمالين، معناها هتلاقي اطراف شعرك اصطفت. أوكي. معناها هتلاقي بعد شهرين او بعد ثلاثه من العمليه من الحاجه اللي انت عملتيها دي شعرك بدا يتساقط. تمام. فهي كل الفكره الشعر بيتساقط، هتطمن ان ما عنديش نقص في الحديد، هتطمن ان الهرمونز عندي كويسه، هتطمن ما فيش عندي تكيس على المبيض، هتطمن ان نسبه فيتامين دي في السيرم كويسه. اوكي. الحاجات دي كلها كويسه او ناقصه بالظبط في الاول. احنا لازم لو فيها مشكله نعالجها، مع يعني احنا بنعالج ده مع ان احنا بنعالج بقى الشعر، بنحقن بي ار بي، بنحقن جروس فاكتورز، بنحقن فيتامينز، بنوصل تغذيه قويه لبصيلات الشعر. اوكي. تملي بقول للبيشنت انت هتلاقي فرق ان شاء الله مع اول جلسه في صوره شعرك اللي كان بيقع ده، لما البصيله هتبقى قويه ومتغذيه كويس ما عادش هيقع جامد زي الاول. تمام. فبصيله الشعر هتبقى قويه وماسكه نفسها. بس بقى امتى يعني هم اصلا هتعمل الجلسه من هنا وتقوم تشوف بقى ايه اللي حصل؟ تستنى امتى عشان تشوف النتيجه؟ اولا البيشنت هتستنى شهر، في خلال شهر هي نفسها بتيجي تقول لي اول حاجه انا كميه شعري اللي بتقع قلت يا دكتور. تمام. لان بصيله الشعر بقت قويه، اتغذت كويس سواء عن طريق الفيتامينز اللي احنا عالجناها او سواء عن طريق الحقن اللي احنا عملناه. شهر كمان خلاص شعرها ما عادش بيقع، هيبتدي يغزر، هيبتدي ان هو يطول، هيبتدي ان الفراغات اللي عندها تتداره، هتبتدي فروه شعرها تغمق لان سمك الشعرايه بدا يزيد مره ثانيه. اوكي. فستبس البيشنت هتصبر هتلاقي نتيجه. طب انا بقى سؤال في موضوع الستبس ده يا دكتور، يعني في بنات كتيره خاصه المحجبات بيبقى عندها مشكله بتقول انا شعري بيتنحل من قدام علشان ربطه الحجاب والمليون طبقه والحاجات دي كلها اللي بتعملهم، ففجاه بتلاقي انه بيتنحل من قدام، هل حلها ان انا ممكن اعمل انجكشنز في الاماكن دي ولا بيبقى في تقنيه ثانيه بستخدمها؟ اولا البيشنت مع الحجاب بالحاجات دي ما ينفعش ان هي تفضل شده شعرها جامد قوي لورا. تملي بقول للبيشنت اعملي فرق على جنب والاسبوع اللي بعده اعكسي فرق الجنب، لان انت مع التراكشن حتى لو انت عامله لما شعرك جامد ده تراكشن على الشعر فبيبتدي ينحل فروه الراس من قدام. تعمل فرق على جنب والاسبوع اللي بعده تعمل تعكس الفرق. نعمل حقن في الاماكن اللي فيها فراغات وتستخدم سيشنز، تستخدم فيتامين في البيت، تستخدم لوشن رش على فروه الراس، كل الحاجات دي شعرها هيرجع لو هي التزمت بالتعليمات وواظبت على السيشنز. الحديث بقيه ان شاء الله، وانا بشكرك وانت نورتيني النهارده يا دكتور مريم. بشكرك شكرا جزيلا. بشكر دكتور مريم نادر اخصائي الجلديه والليزر بعيادات نبض، بشكرك مره اخرى دكتور مريم. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله. الخير كل متابعين ومشاهدين مركز نبض. النهارده معانا مدام منى نورتنا في مركز نبض عشان نساعدها تشوف ايه المشاكل اللي موجوده في بشرتها. كشفنا عليها ولقينا ان هي عندها مشكلتين اساسيتين، هم اول حاجه ان هي حصل لها تهدل في البشره، ده بيحصل طبعا لكل الستات في كل حته في العالم بسبب السن والجاذبيه الارضيه. تاني حاجه هي خست كتير او فقدت وزن كتير في الفتره الاخيره فحصل لها تهدل في الخدود من فوق. فاحنا هنساعدها نحل لها المشكلتين دول. اول حاجه هنساعدها ان احنا نعمل لها شد في بشرتها، نحاول التهدل اللي حصل ده نعالجه. تاني حاجه هنعمل حجم بسيط او هنستعيد الحجم البسيط اللي هي فقدته فوق في الخدود عشان نرجع شكل الوش لقبل 10 سنين من دلوقتي. بالنسبه للشد بتاعت الوش احنا قررنا ان احنا نشتغل معاها بجهاز الهايفو. الهايفو ده احدث تقنيه في العالم دلوقتي عشان شد الوش، ده عباره عن فوكس الترا ساوند او موجات فوق صوتيه بتشتغل لنا على طبقه العضلات اللي تحت الجلد وبتعمل لنا ليفتنج في البشره وفي الرقبه وفي اي منطقه في الجسم. احنا النهارده هنشتغل بيه على الوش. الهايفو دوت ليه 3 هاندز، اول هاند على عمق 4، تاني هاند على عمق 3، الثالثه على عمق 1.5. كل هاند فيهم او كل ايد فيهم بتحفز لنا الكولاجين في الطبقه اللي احنا بنشتغل عليها او بنمشي عليها. المعنى ان انا بمسك ايد ايد وبمشي على البشره كامله. بمجرد ما بخلص الجلسه بلاقي في تحسن، بلاقي التجاعيد اللي موجوده
اتحسنت فردت. مش بس كده، انا مع استمرار الوقت انا كل شويه بشوف تحسن اكتر. يعني انا يوم السيشن بحس بفرق، بعد اسبوع بحس بتحسن اكتر، بعد اسبوعين تحسن اكتر، وهكذا التحسن بيفضل شغال معي. فاحنا هنمشيها الاول بالهايفو عشان نعالج لها السادنج او التهدل اللي موجود، وبعد كده هنحقن شويه فيلر علاجي هنا في الشيكس من فوق. نبدا كده ونشوف ان شاء الله الحالات عجبتكم معانا النهارده. انتهينا من الجنب اليمين، وطبعا احنا زي ما احنا شايفين بدأنا نحس بتحسن على طول اول ما خلصنا جلسة الهايفو. تحسن باين قوي عندنا في منطقة النيزو ليبيا، شايفين هنا الفرق بين الخط هنا وبين الخط هنا. الخط هنا محفور، مجرد ما مشينا هنا بالهايفو على الخد، الخط هنا بقى سطحي خالص، الخد اترفع معايا، حتى الجو لاين اتحددت، فرق واضح جدا. زاوية الفم اتحسنت ويعني almost بقت straight زي ما احنا شايفين. نتيجة هايلة اكتر من رائعة. ايه الاخبار؟ في وجع؟ في اي حاجة؟ تمام. دلوقتي خلصنا الهايفو مع مدام منى، زي ما احنا شايفين تحسن رائع. الخطوط الاثنين اللي هنا النيزو ليبيا اللي اتفردوا معايا، الجو لاين طلع لفوق، الوش نفسه فيه شده جميله، فيه شويه تورد كده او ريجوفينيشن، ده اللي الهايفو بيعمله، لان هو زي ما قلنا بيحفز افراز الكولاجين. ناس كتيره بتسالني ينفع اعمل جلسه هايفو واخرج؟ طبعا انت ينفع تعملي هايفو وتروحي مناسبه بالليل. طيب هل الهايفو ليه اي اثار جانبيه؟ خالص، الهايفو فيري سيف، ممكن نعمله مع اي حد، ملوش اي اثار جانبيه، ما بيمتصش في الجسم. ناس تانية بتسالني برضو من الاسئله الدارجه، انا بحتاج كام جلسه يا دكتور؟ على حسب الحاله، يعني لو احنا في الثلاثينات بنعمل جلسه واحده، وبنعمل مينتيننس كل سنه. لو احنا في تهدل اوريدي حصل، ممكن نعمل من 1-3 سيشن، مش اكتر من كده. زي ما احنا شايفين دي نتيجه الهايفو. اوكي، دلوقتي احنا خلصنا لها الليفتنج اللي هي كانت عايزاه. هي دلوقتي برضو ستيل عايزه خدها يرجع زي زمان. خدها زمان كان في خدود، كان في حجم في الخدود، دلوقتي مع فقدان الوزن خسرت كتير من الدهون في المنطقه ديت. الخطوط تحت العين او التجويف، زي ما احنا شايفين حصل تجويف تحت العين. فاحنا عايزين نعالج برضو كل المشاكل ديت. اوكي الوش مشدود وجميل، بس ستيل برضو عايزين نعالج لها اي حاجه مضايقاها خالص. فاحنا دلوقتي هنبتدي نعمل ليفتنج تكنيك بالفيلر، هنحقن فيلر علاجي هنا في الخد من فوق عشان ندي سنه فوليوم بسيطه، ومعاه هنعالج التير تراف او التجويف اللي تحت العين بتاع الدموع عشان نخليه مفرود ونرجعه للشكل ده زي زمان. احنا دلوقتي خلصنا وهنشوف النتيجة النهائية مع مدام منى. زي ما احنا عارفين احنا عملنا ليفتنج شوية للتشيكس، او عملنا حجم بسيط هنا قوي، حاجة رقيقة قوي، مش 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 اوفر، عشان مش عايزين يبقى في تغير جامد في شكلها. اوكي، حطينا فيلر علاجي تحت العين زي ما احنا فاكرين، كان في تجويف تحت العين يدينا دايما ايحاء ان في ارهاق. حطينا فيلر علاجي زي ما احنا شايفين في تحسن في الحال، التجويف اختفى، الهالات السوداء اختفت، لان ده زي ما بنقول فيلر علاجي بيعالج، مش جاست بيملى، لا ده بيعالج لي تحت العين، في كولاجين، في فيتامين سي، مواد بتعالج الهالات السوداء، بتعالج الاسمرار. الحقنه دي بنعملها كل سنه ونص او كل سنتين، لان المنطقه بتاعت تحت العين دي مش بتتحرك، فبتقدر تحتفظ بالماده ديت لفتره طويله جدا. لما عملنا التشيكس هنا وعملنا فوليوم، هنلاقي ان حصل كونتورنج في الفيس، هنلاقي الفيس من هنا ومن هنا حصل فيه كونتورنج، هنلاقي الجو لاين
اتعالجت بنسبه كبيره جدا زي ما احنا شايفين. مدام منى ايه الاخبار؟ اه كويس. حسيتي بألم معانا؟ لا لا بس مبسوطه. طيب النتيجه النهائيه عجباكي؟ الحمد لله. نورتينا في نبض. اهلا بكم مشاهدينا في فقره جديده من فقرات ذا دكتورز. انا عايزه اقول لكم ان في ناس كتير طبعها ان هي بتحاول ان هي دايما تخبي المشاكل، مشاكل عضويه، مشاكل نفسيه، مشاكل في شكلها، المهم ان هي بتخبي. وهي مش بتخبي علشان هي مش حابه ان هي تشار او ان هي تفضفض او ان هي تحكي عن مشاكلها، هي بتخبي عشان هي مش معترفه اصلا ان في مشكله. فساعتها بقى بندخل في مرحله جميله جدا كده اسمها مرحله الدينايل او مرحله النكران. طيب تعالوا نطبق ده على شكلنا. في ستات كتيره جدا تلاقيها ما بتنزلش حتى السوبر ماركت من غير الكورسات، تقول لك لا اصل انا بطني شكلها مش حلو، اصل كده مشدود، اصل كده شكلي مميز اكتر، فتلاقيها طول الوقت ماشيه بكورسات. تيجي تكلمها تقول لها طب انت كده عندك مشكله ترهل، انت ممكن تعملي جلسات، ممكن تلاقي النتيجه حلوه جدا جدا وتستغني عن الحل الوقتي ده، تقول لا اصل الموضوع مش مستاهل. نقف عند دي الجمله دي، الموضوع مش مستاهل. طيب نيجي لواحده ثانيه طول الوقت حاطه فول ميك اب، حتى لو نازله مع صاحبتها مشوار صغير فول ميك اب طول الوقت. ليه؟ انا عندي حبوب في وشي وعندي حفر وعندي تصبغات وعندي حاجات كتيره جدا، ما ينفعش الناس تشوفني كده. طب انت ممكن تحلي ده بي ار بي، بتقنيات كتيره جدا ممكن نتكلم عليها وبنتكلم عليها في كل فقره ممكن تحليها. لا اصل الموضوع مش مستاهل. مش مستاهل على مش مستاهل على مش مستاهل، بيوصل الموضوع لاكستريم ميجرز، والموضوع اللي بيتحل ممكن في اسبوع او جلسه او جلستين يمتد معاكي ل 10 12 جلسه علشان بس تبتدي تشوفي نتيجه. النهارده السجن بتاعتنا هنتكلم معاكوا على كل الستبس اللي ممكن تاخدوها عشان تحلوا مشاكل البشره والشعر، بس لازم تكون الوقفه والستب واول ستب من عندكم ان انتوا تعترفوا ان انتوا عندكم مشكله. ده اللي هنتكلم عليه النهارده في السجن بتاعتنا. بس اسمحوا لي ارحب بدكتورتي الجميله اللي منوراني النهارده في استوديو ذا دكتورز، دكتور هبه فرج، اخصائي الجلديه والليزر بعيادات نبض. اهلا بيك يا دكتور هبه. اهلا بيكي. منوره الدنيا يا دكتور. وانا عايزه اعرف بقى اول حاجه، احنا كستات عندنا مشكله ان احنا فعلا مش عايزين نعترف بالمشاكل اللي في جسمنا، بنحاول ان احنا نقول وانس ان انا اعترف بحاجه زي كده يبقى انا فيا عيب. كلميني عن الجزئيه دي قبل ما نبتدي في اسئله السجن بتاعك. هي عجبتني قوي المقدمه بتاعتك ان هي فكره النعام اللي بيدفن راسه في الرمل، يعني انا مش عالج المشكله، لا انا ادور ازاي اداريها. مع ان انا لو او طول الوقت تفضل مدارياها، مع ان هي لو عالجتها هياخد منها سيشن او اتنين وخلاص حياتها بعد كده هتبقى ستيبل، هتبقى المشكله دي راحت، هيبقى ما فيش اي حاجه، تبقى هي مؤرقاها نفسيا وتبقى عايشه حياتها عادي. لكن بتفضل لا انا اداريها، انا اعالجها ليه ما دام ممكن اداريها، والمداريه دي بتعمل كومبليكيشن اكتر. يعني كتر الميك اب مشاكل على المدى البعيد. بالظبط، بتعمل بتكبر المشكله اكتر. تمام. فاحنا ده زي التصبغات، زي التجاعيد والحاجات دي كلها، ممكن ان هي في سيشن واحده بس تخرج حاجه تانية تتغير تماما. تمام. طيب نبتدي بقى بالتصبغات. يعني اكتر حاجه بتضايق معظم البنات، يعني هنمسكها جروب جروب. أوكي. في جروب يقول بعد ما مريت بموضوع حب الشباب والحفر والحاجات دي كلها وشي بقى في حته غامقه وحته تانية فاتحه، وفي جروب تاني بيقول لا انا التصبغات عندي دي في جسمي كله، انا عندي في كوعي، انا عندي في البيكيني اريا، انا عندي في الحاجات دي كلها. نقسم لتو جروبس ونقول كل واحده علاجها ايه. تمام. هي التصبغات دي انواع كتيره جدا، عشان كده لازم يبقى في تشخيص الاول سليم عشان نقدر نوصل للعلاج السليم، لان احنا لو ما شخصناش صح بالتالي هنعالج غلط، مش هي دي العلاج اللي هي محتاجاه، فبالتالي مش هنوصل لنتيجه. تيجي تقول لي انا عملت العلاج الفلاني وما جابش نتيجه. المشكله مش في العلاج، العلاج ده كويس وسليم وكل حاجه، بس المشكله ان ما كانش ليكي، ما كانش لحالتي، كان لحاله ثانيه. عشان كده بتفضل تقولي انا رحت فلان وعملت كذا وكذا 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 ومفيش اي نتيجه. حتى لو قامت بالجلسات وعملت كل حاجه والتزمت برده مش شايفه نتيجه، لان احنا ما شخصناش صح. لو شخصنا صح كنا اتجهنا لاين تاني خالص من العلاج، كان سيشن او اتنين بالكتير كانت هتبقى مشكلتها اتحلت. بس
التشخيص الغلط بيأدينا اللي احنا نعمل نهدر ماتيريالز نهدر وقت نهدر فاينانشال كوست برضو على البيشنت ان هي تقعد تعمل في جلسات ملهاش اي لازمة ولما تاخدش برضو نتيجة في الاخر اللي هي عايزاها. واول صورة معانا يا دكتور اعتقد ان هي موضحة نفسها جدا جدا. اول صورة الهايبر بيجمنتيشن او التصبغات اللي في منطقة الوجه تكلمينا عنها بقى. تمام، دي تصبغات ناتجة من التعرض للشمس واثار بعض الحبوب. دي من جلسة واحدة انت شايفة النتيجة، يعني اتقشر خالص الجلد كأنها طبقة جديدة جدا من الجلد وطلع جلد حيوي سليم مفهوش اي تصبغات مفهوش اي عيوب، حتى ملمسه انعم مفهوش اي مشاكل. هي كانت كل الحاجات دي حتى لما بتيجي تحاولها تداريها بالميك اب ما كانش بتدارى، فحياتها طبعا اختلفت كومبليتلي. استخدمنا معاها ايه يا دكتور هبه؟ هنا استخدمنا جلسات التقشير، جلسات اللي هي الفراكشنال ليزر ما استخدمناش الليزر، استخدمنا التقشير عن طريق الادويه وماسكات ليها تركيزات معينه وتركيبات برودكت مستورده. بنعمل على حسب التصبغ عمقه قد ايه ودرجته قد ايه في الجلد وبقاله قد ايه متساب، بنعمل تركيبات وتركيزات معينه وكوتس معينه لكل حاله، يعني مش كل الحالات ستاندرد زي بعضها، لا في حاله هتاخد طبقه واحده، في حاله هتاخد 3 لايرز عشان تقدر تجيب نتيجه. يعني حضرتك ذكرتي يا دكتور هبه برضو درجه الغمقان، درجه الغمقان دي اللي هي اللايرز اللي بنتكلم عليها ولا حسب المنطقه ولا كبر الاريا اللي فيها غمقان؟ يعني ايه درجه الغمقان؟ درجه الغمقان يعني في بيجي درجه اللون، في بني فاتح بني متوسط، في لا بتسيب الدنيا لما بتكون غامقه جدا. وكمان في بتبقى حاجات ميلازمه اللي هي كلف الحمل، وفي حاجات ناتجه عن تصبغات الشمس والنمش، وفي تصبغات ناتجه عن الايجنج بروسيس تقدم السن زي النقط اللي بتظهر في كف الايد. وفي تصبغات ناتجه عن الاحتكاك، المناطق اللي فيها فريكشن ما بين تنيات الجسم بيحصل فيها احتكاك. تمام. وفي مناطق بتحصل فيها كونتاكت ديرماتيتس التهاب تلامسي، فبيحصل مع احمرار ثم الاحمرار بيليه غمقان. طب احنا قلنا اول جروب، يعني احنا اتكلمنا على اول جروب دلوقتي اللي هو ايه الناس اللي بتعاني بعد عب الشباب والهايبر بيجمنتيشن ويبقى عندها تصبغات في وشها. تمام. ننزل بقى بعد الوش، في بنات كتيره جدا بيبقى متضايقه نفسيا علشان انا جسمي مليون لون، انا في البيكيني اري علشان الاحتكاك اللي احنا قلنا عليه ده، المنطقه دي عندي لونها مش حلو ومتضايقه وفرحي قريب او خطوبتي قريبه او وات ايفر والموضوع ده مضايقني، هنتعامل برضو معاهم بالتقشير ده ولا في حاجات تانية ممكن تجيب نتيجه اسرع؟ لا في طبعا مش هنتعامل بالتقشير لان المنطقه دي سنسيتيف اريا، مش بنقشر الجلد تماما بالظبط، سنسيتيف اريا وعلى طول فيها فراكشن الاحتكاك، فلو انا قشرت مع الاحتكاك ده طب ما هو هيرجع يغمق تاني. فانا هعمل ايه؟ هعمل في جلسات بنعملها بتفتح لكن ما بتقشرش، بتشتغل على الميلانين سيلز الخلايا التصبغيه اللي في الجلد فتقدر تفتح اندر ارم او بيكيني اريا، وبرضو بتبقى في تنايات في الجسم بتبقى غامقه او مكان حرق قديم برضو نقدر اللي احنا نشتغل عليه. كل الحاجات دي نقدر ان احنا نفتحها، بس في الاول نختار السيشن الصح بعد التشخيص المناسب. طب هيشوفوا نتيجه بعد قد ايه؟ يعني مثلا عروسه قدامها شهر على فرحها، هتشوف انها تلحق في الشهر ده تعمل حاجه ولا لازم مثلا يجوا قبلها بست شهور؟ هي ست شهور دي لو احنا عندنا مشكلة ميجر وهنعالجها، لكن لو تصبغ خفيف يعني مثلا درجة درجتين لا هنبقى في شهر هيبقى كفاية. لكن ست شهور لا، التصبغ بقى لو منطقة واصلة لدرجة من البني الغامق لا احنا محتاجين بقى وقت بقى. فترة علشان نقدر ناخد كذا سيشن اقدر ابص عليها في تحسن، ما نبقاش مزنوقين في التايم بحيث اللي احنا تبقى قدامنا فترة علاج مناسبة. طب في بقى يعني دي مش مشكلة كبيرة، ده مشكلة 95% من البنات اللي بيبعتوا لنا بيقولوا لنا طب احنا دلوقتي بننزل في الشمس والجامعه والسيشنز والحاجات ولازم انزل واتعرض للشمس وعندي حب شباب فوق كل ده، فبيبقى عندي تصبغات وعندي حب شباب اكتف، هنعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ الاكتف بتبقى فيه دراجز معينه بنحطها منها انتبيوتيك وسلاسلك بحيث ان هو يعمل مش تقشير بمعنى لا ان هو يطفي الحبايه. يعني باللغه العاميه هو هيطفي الحبايه، ما تبقاش اكتف، ما تبقاش فيها باص، ما تبقاش فيها انفلاميشن وريدنس واضحه حمراء وكده. الاول يعالج الحب الشباب ده بحيث انها ما تتركش اثر. يعني احنا معانا برضو الكيس دي مبينه جدا جدا الحفر والسكارز اللي احنا بنتكلم عليها، حب الشباب بالظبط، وحبيت اجيبها وهي لسه ما كملتش كل الست جلسات بتوعها. دي بعد 3 جلسات، يعني النتيجه هنا هي لسه مكمله معانا 3 جلسات تانيين، جيت اجيب لها النتيجه وهي
في نص طريق العلاج. علشان في ناس كتيره بتسالني هل انا هضطر انتظر لحد ما الكورس يكمل عشان الاقي النتيجه؟ لا، هي من كل جلسه هي احسن من اللي قبلها، فكل جلسه هي السكورز احسن، بتبقى مداريه اكتر. زي ما احنا شايفين دي بعد 3 جلسات فقط، ولسه ناقص لها 3 جلسات عشان توصل للايديال تماما، ريسيرفيسنج خالص للجلد. طب ما في بنات كتيره جدا برضو يا دكتور هبه بتقول ايه، طب ما انا استخدم مثلا غسول فيه نسبه صغيره او نسبه معينه من البنزويل بيروكسايد او حاجه فيها هايلورونيك اسيد مع فيتامين سي والموضوع هيتحل لوحده، ليه يعني اروح لدكتور واعمل سيشنز واكلف نفسي واغرم فلوس؟ هما بالنسبه لهم طب حاجه هتنشف يعني البنزويل بيروكسايد 5% خلاص الموضوع بالنسبه لي اتحل. لا ما اتحل وقتي، لكن احنا مثلا حفره زي دي عشان نبنيها مش هتقدر نبنيها، مفيش اي كريم قادر ان هو يبنيها غير الليزر. أوكي. يعني حتى كمان ما اقدرش اشتغل عليها بالتقشير، احنا عاوزين نبني الجلد نعمله ريسيرفيسنج من جديد. أوكي. فلازم اتدخل بالليزر عشان نقدر نبني الحفره دي. فهم لو هما بيبصوا على فاينانشال كوست، لا طب ما انت هتلاقيكي صرفتي كميه ادويه وكريمات وكلها مرميه في الارض، ليه مفيش منها اي نتيجه؟ تمام. ليه؟ لان احنا محتاجين ندخل بحاجه انترفينشن في الجلد نفسه، ما ينفعش حاجه دي بالظبط. مش حاجه دي، مش حاجه جاست توبيكال هتبني لي الحفره دي تاني. او برضو انا عايزه اتكلم على شويه ادويه كده مش هنذكر طبعا اسمها، بس اللي هي منتشره وبنات كتيره جدا بتروح الصيدليه تجيبها لمجرد ان هي تحل الموضوع وقتي، هي مش عايزه تروح للدكتور. اول كيس معانا دي يا دكتور اعتقد ان هي سيفير، دي بقى سيستك اكني بقى، ويعني الموضوع متطور معاها جدا جدا، كلمينا عنها. بالظبط، ديت فيها كل يعني الكروب بتاع الاكني سواء باستيول سواء الريد ماركس بالظبط، كل الحاجات دي احنا عملنا السيشن العلاجيه اللي انا بقول لك عليها اللي فيها انتيبيوتيك وفيها سلاسلك، مجرد دي تو سيشن وشها راق خالص من كل الحبوب تو سيشنز بس بالظبط ما بينهم تو ويكس. طب انا عايز اعرف حاجه بقى، اتفضل. في بنات كتيره برضو لما بتيجي تشير حاجات على فيسبوك تقول ايه الخريطه بتاعت وشك، لو انت الحبوب ظهرت لك في الحته دي معناها ان انت عندك مشكله في المنطقه الفلانيه، لو انت عندك في خدودك تبقى في المنطقه الفلانيه، او انت عندك مشكله ما او مرض ما في جسمك، الكلام ده صح ولا الخريطه دي كلها وهم؟ لا هو في يعني احنا الجلد بتاعنا مرايه لجسمنا، تمام؟ فاحنا لما بنيجي بامراض جلديه معينه مش بس الاكني بنضطر نطلب تحاليل عشان نشوف هي مش جاست اللي انا هعالجها وخلاص لما هترجع تاني، طول ما انا ما وصلتش لسبب ايه اللي عامل لي المشكله الجلديه دي. لا فانا بطلب تحاليل بحيث اقدر اشوف لو في مشكله جسمانيه نقدر نعالجها. أوكي. يعني في حتى الخطوط البيضاء اللي بتظهر في الضوافر بنطلب سي بي سي صوره دم كامله عشان نشوف ايه السبب. ما احنا طول ما وصلناش لايه السبب اللي ظهر لنا المشكله الجلديه دي، طول ما احنا هنفضل نلف في سايكلز ليه هنعالج وهترجع تاني. طب دكتور في برضو حاجات تانية كده بتتاخد فيها كورتيزون عالي جدا جدا، او ياخدوا مثلا نسبه بايوتين او ياخدوا وات ايفر يقولوا هو ده اللي هيحفز الكولاجين في الجسم، هو ده انا مش محتاجه بقى الاجهزه اللي انتوا بتقولوا عليها دي، انا هاخد الكالسيوم او هاخد الكولاجين بتاعي وهيريجنريت من تابلتس كده باخدها من الصيدليه. تقول لهم ايه بقى؟ ده انا يعني بالصدفه لسه النهارده شايفه حاله يعني الرجي رهيبه دمرت حساسية. شكلها من ايه بقى؟ من كولاجين اللي اتحقن ده في صيدليه، وشفايفها بقت الناس عماله تقول يعني بقت شبه بوجي. ليه؟ لان هي حقنت عند صيدلي في صيدليه بقى تورم الرجي رهيبه، فاضطرينا ان احنا اتجات بقى بالمشكله دي هنعمل ايه؟ هندي حقن كورتيزون وهتمشي على افيل وهنمشي على مضادات تورم لحد ما نعالج الكارثه اللي هي هم فهموا غلط. يعني احنا بنتكلم على الكولاجين فهموا ان اي نوع من انواع الكولاجين ينفع يتحقن؟ لا يعني يتحقن بقى يتاخد تابلتس، المهم انها داخل كولاجين جسمي وخلاص. لا ده في حاجات بتتحقن وفي حاجات ما ينفعش تتحقن، نيفر ايفر فور ايفر، يعني انها تتحقن يعني جاست ناس حط توبيكال مثلا. وكمان ساعات توبيكال تعمل حساسيه، تعمل حساسيه تلامسيه، ما بالك بقى لو حقنتي ماده زي دي ايريتنت تحت الجلد. اعتقد اصلا ان الكولاجين ما ينفعش ان البشره تمتصه، لازم يبقى مايكرو جدا بارتكلز. بارتكلز ثقيله جدا ان هي والناس اللي بتاخدها عن طريق الفم، طب ما هو هيتهضم في المعده اصلا. بالظبط، هيتحول امينو اسيدز، فالامينو اسيدز دي مش هي دي الكولاجين اللي في بشرتنا خالص. طب ننزل بقى على منطقه الجسم يا دكتور، وزي ما قلنا في الانترو في ستات كتيره جدا بتبقى متضايقه من شكل جسمها، في ترهل، اللي عملت بقى دايت غلط، واللي كانت بتلعب رياضه وبطلت، والحاجات دي كلها. طيب نبتدي بمنطقه البطن، منطقه شهيره جدا. في بنات قبل ما تتجوز هي اصلا طبيعه جسمها ابل شيب مثلا، شكلها من فوق دايما مليان، تقول انا باكل الاكل بينزل في دراعاتي وفي بطني ما بيعديش المنطقه دي. وفي ستات تانية بعد الحمل والولاده بيبقى شكل بطنهم مضايقهم نفسيا، مش عارفين يرجعوا زي الاول، خصوصا لو الموضوع كان فيه قيصري وسيزيريان والموضوع كان بروسس كبيره يعني. نبتدي معاهم من فين؟
احنا بنقيم الحالة، يعني هي جيالي والترهل ده بسيط هنقدر نتعامل بيه بأجهزة وحقن و أجهزة زي الهايفو مثلا؟ زي الهايفو زي الألفت و... وهل مثلا في ال... ممكن اشتغل بخيوط بحيث انها تحفز لي في الجسم. في خيوط معينة للجسم غير خيوط الوجه طبعا عشان تقدر تشيل لي وزن الجسم غير الخيط بتاع الوجه. بيبقى فيه خطافات أكتر، بتبقى فيه تكنيكس أكتر، فأقدر أقيم الأول هل دي هتستجيب مع الأجهزة والحقن ولا هنضطر ان احنا نحولها عملية جراحية تقدر تشفط وتشد المكان دوت. فهي لو هي دلوقتي جايه لي في حاله بسيطه او متوسطه اقدر اشتغل عليها بجهاز الهايفو، بيجيب نتائج يعني بسمع منهم ان هو كانه مكوه بتفرد بتفرد الجلد وتعمل لايبولز، يعني في بروب لشد الترهل، في ثلاثه بروبس لشد الترهل بروبس اللي هي الراس اللي بنشتغل بيها بالظبط وفي بروب ثانيه هاند بيس برده لاذابه الدهون تمام. فنقدر ساعتها نشتغل بال وبنحدد السيشن عدد السيشن على حسب كميه الترهل اللي عندنا على حسب الكيس اللي قدامي وحتى لو هي سيفير بس مش عاوزه تعمل عمليه جراحيه انا ممكن اشتغل عليها برضو بالاجهزه بس طبعا مش هنوصل لل 100% بس هيكون النسبه اللي هي وصلت لها هتكون مرضيه بالنسبه لها وهتكون برضو فادت ان هي تدخل عمليه جراحيه. طب في ناس يا دكتور برضو الستات بتقول استنى بعد الولاده بقد ايه وابتدي موضوع الجلسات اللي بتتكلموا عليه. احنا جاست شهر بعد لو هي عامله قيصري مثلا جاست شهر بعد الولاده حتى نقدر نشتغل على بالفراكشنال على الجرح بتاع القيصريه عشان ما يسيبش اثر. ساعتها لما بتيجي بدري كمان بياخد عدد من السيشنز اقل وما بيكون برده الترهل في اوله برده بناخد عدد من السيشنز اقل. طب ندخل بقى على منطقه الايد الشهيره الجميله. في بنات كتيره بتقول انا الموضوع ده عندي وراسي، انا الموضوع ملوش علاقه بالسن، انا حاسه ان انا لما عملت دايت ايديا فضيت، نعمل معهم ايه بقى؟ بسمعها كتير العروق بانت، يعني عروق ايديا بانت بتبقى كل حاجه متقسمه جدا جدا وباينه ومعظم الناس كمان بتهتم بوشها تدهن الكريم الليل وكريم النهار وتسيب ايديها حتى من غير السان بلوك ايفن من غير السان بلوك. فلا احنا ممكن نعمل لها فيلر بنعيد نضاره تاني ايديها. فيلر بيملى بيملى بقى بيرجع تاني ما تبقاش العظم بتاع الايد باين بالشكل المكبر سنها بالشكل ده ولا العروق باينه بالشكل ده وبيعمل نضاره في الجلد نفسه، الجلد اللي تحسيه كان مكرمش ومكبر سنها أوكي. لا يرجع يشد تاني لان الفيلر من تحت ملاه والفيلر مكان ما هو موجود بيقدر على امتصاص بارتكلز بتاعه الميه فبيعمل على نضاره الجلد زي بشره الاطفال وترجع تاني زي الاول تمام بالظبط. طب واحسن كمان لان هي بتبقى الفيلر جوه هو بيمص لي اكبر قدر من الووتر فبيعمل على النضاره والحيويه بتاعه الجلد. طب البنات بقى اللي يا دكتور بتقول موضوع الكرمشه ده سنة احنا بنتكلم عليه بتبقى سنه صغير 22 23 سنه لسه صغيره ويطلع لها تجاعيد، تجاعيد حوالين وشها، تجاعيد حوالين منطقة الفم، فمتضايق جدا من الموضوع ده، تقول أنا في كل صورة بعد كام تجاعيدة حوالين عينيا ومركزة جدا في الموضوع ده وأقعد أعمل أدت للصورة وببقى متضايقة، نحلها إزاي بقى؟ لو في سن صغير وبعد كده نتكلم على الفئة العمرية الكبيرة. تمام، في السن الصغير أنا هقدر أرحق الموضوع من الأول بهايفو، يعني جلسة هايفو هتحل لي المشكلة دي كلها وكمان النتيجة هتفضل معاها مش حاجة هتتكسر، ده أنا عالجت بشرتي. أوكي. ده أنا عملت علاج يعني كمان حفزت الكولاجين على كذا طبقة على يعني على عمق 1.5 مليمتر وعلى عمق 3 مليمتر وعلى عمق 4.5 مليمتر. أوكي. دي بروبس اللي بشتغل بيها بحيث إن أنا أحفز الكولاجين والإلاستين على كذا طبقة فأوصل لأكتر طبقة يعني طريقة من الشد من الليفتنج فبتتحل مشكلة التجاعيدة ديت اللي حصلت ما دام السن صغير ولسه التجاعيدة في أولها فهتروح تماما بجلسة هايفو الدنيا كل التجاعيد دي بتختفي تماما. هتفضل معاها نتيجة قد إيه يا دكتور؟ نتيجة ما هو الهايفو ميزته إن هو مش حاجة أنا حقنتها وهتتكسر، أنا عالجت بشرتي يعني دي طرق من طرق العلاج الأرتراسونيك يعني مش هتظهر تاني في الأماكن دي مش هتظهر تاني مثلا لو أنا استمريت على لايف ستايل معين لما بمشي كويس واشرب كافيين كتير هتطلع لي تاني في المناطق دي ولا دي معايا بقى طول العمر؟ لا ما هو احنا بنحافظ يعني النتيجه اللي احنا وصلنا لها دي مش حاجه هتتكسر وهتروح مثلا بعد سنه مثلا لا هي معايا طول ما انا محافظ لكن لما طول ما انا بعمل في ايجنج بروسيس فيعني علامات تقدم للسن فانا لازم اعاكس العلامات دي بمحافظه وروتين انا افضل ماشيه عليه. تمام ده يومي بقى بالظبط روتين يومي. طيب في ستات برضو بتشتكي يا دكتور هبه من الترهل في منطقه الرجل والستريتش ماركس والسيلولايت اللي هي كانت عامله دايت ورجعت تاني تتخن اللي هو اليويو دايت ده اللي بيخلي الالاستيسيتي بتاعت السكن رايحه جايه معانا حسب بقى وزننا فبيطلع لهم سيلولايت مش الاحمر هو خلاص انتقل لمرحله ان هو بقى ابيض وخط جميل وواضح وكل حاجه نتصرف معاهم ازاي بقى يا دكتور؟
احنا كان في تقنيه الفراكشنال ليزر، ودلوقتي كمان في تقنيه البلازما جيت الاحدث والاحدث. البلازما جيت اقدر اشتغل عليها على الاسترتش مارك اللي لونها ابيض دي القلبه، بحيث ان احنا في اقل عدد من السيشن، غير الفراكشنال كان ممكن ياخد على جلسات اطول شويه. أوكي. لا احنا في البلازما جيت اقدر اشتغل على الاسترتش مارك دي، بحيث ان هي تبقى مش ظاهر عندنا، ونعالج الكولاجين اللي ان هو الجلد من كتر ما احنا عاملين يويو دايتنج كده فبيحصل له استرتش، يعني مفيش الاستيستي بيجي فيه ومفيش مرونه، وما كناش بندهن كريمات في جلدنا، مفيش ترطيب. هو الوش بس هما بيقفوا عند مرحله الوش حتى، يعني ما بينزلوش للرقبه، هما واقفين عند المرحله دي. وفي ناس كمان ما بتوصلش لمرحله الوش، مفيش وش كمان يعني. طب المنطقه دي بقى ايه بقى؟ اه دي منطقه رجلها دي حصلت فيها الكرمشه اللي موجوده دي، دي بجلسه هايفو جلسه واحده بس، فردت لي الكرمشه دي كان فيها فاير رينكلز. اه كان في فاير رينكلز. النتيجه 20% من نتيجه الجلسه بشوفها بعد الجلسه على طول، وفي الجزء الثاني 80% خلال الثلاث شهور الجايين هي كل يوم فيه بتتحسن اكتر من اللي قبل، لحد ما الجلد بيشد خالص وبتوصل للنتيجه الايدي. يعني انا ممكن اقول ان في تقنيه الهايفو انا كل ما استنى كل ما بشوف نتيجه احسن، صح كده؟ يعني ما يستنوش بقى بعد الجلسه يمسكوا المرايه، انا عايزه اشوف التجاعيد بقى، يعني اخذت يوترن في حياتي وما رجعتش تاني. لا ما هو اليوترن اللي في حياتي ده اللي هو جاست اون تيبل، واحنا في السيشن على الشيز لون كده، هتبص في المرايه هتلاقي الدنيا خلاص. أيوة. ده الفيلر والبوتوكس والخيوط والحاجات دي اون تيبل، النتيجه بانت. اه لكن الهايفو احنا بنعالج، فاحنا بنعالج فمحتاجين ندي شويه تايم للجلد بتاعنا ان هو يشد. طب وبمناسبه بقى الفيلر والبوتوكس، علشان في ستات كتيره جدا مهووسه بالموضوع ده، بس انا عايزه احط له حدود، لان انا عايزه الموضوع ما يبقاش نوع من انواع الهوس، ان الاوبسيشن دلوقتي فيلر وبوتوكس فنعمل اي حاجه في اي وقت في وشنا. لان في سيدات بتبقى شايفه ان ستاندرد الجمال او مقاييس الجمال هي اللي بتتصدر من هوليوود مثلا، صناعه هوليوود، فانا عايزه مثلا شفايف زي انجلينا جولي، مش مهم مش مهم مقاييس وشي خالص، انا عايزه زي ده بالظبط، انا عايزه التشيكس بتاعت مش عارفه مين. بتقنعي مثلا اي بيشنت يا دكتور او كلاينت، لان هي مش بيشنت هي مش مريضه، ان ده ما يناسبكيش ازاي؟ ما احنا بنصور لها شكلها هيبقى عامل ازاي بعد اللي هي الكلام اللي هي بتقوله ده، مش هيبقى لايق اطلاقا عليها. يعني هي هتيجي تقولي لا يعني عاوز ارجع زي ما كنت، مش حلو خالص. ليه؟ لان هي في مقاييس لكل وجه. يعني احنا في معايير للجمال وفي مقاييس، يعني احنا بنقيس الوش ثلاث اتلات، من جزء من اول الهير لاين لحد النوز، ومن النوز لاخر التشين، بحيث ان احنا يعني يبقى في التساوي ما بين المقاييس. فاحنا لو عملنا تشيك وهي اصلا رفيعه او وجهها العظم نفسه بتاعه مش مظبوط، لا مش هتبقى هيبقى شكله مش حلو تماما، هتبقى فيك وهيبقى شكلها اوحش من الاول. طب انا عايزه كده سريعا يا دكتور برضو تعرفينا على اخر تقنيه معانا النهارده في السيجمنت، هي البلازما جت. دي بقى يعني دي عامله ضجه غير طبيعيه ما بين السيدات بالذات كلها في التجاعيد، ولو بنستخدمها في اي منطقه مثلا قد ايه النتيجه بتاعتها بدل اي تدخل جراحي ممكن نشوفه في الدنيا. كلمينا عن التقنيه دي يا دكتور. هي تقنيه البلازما جيت دي بعالج الجلد عن طريق الحراره. تمام. فبنقدر نوصل لو في تجاعيد لسه في اولها وبرده مش هنحقن فيها ولا فيلر ولا بوتوكس، نقدر نشيل الفاين رينكلز دول زي الكروس فيت اللي حوالين العين. تمام. زي في النيزو ليبيا الفولد، نقدر نشيلهم بجهاز البلازما جيت. اه يعني الخطوط الصغيره اللي جنب بعض دي هي اللاين اللي انا ماشيه عليه في التريتمنت. بالظبط. دي الحراره اللي طالعه من الجهاز بتعمل على يعني هو قدامك في السيشن الجلد بيشد، التجاعيد بتختفي قدامنا في السيشن. اوكي. يعني انستنتلي بشوف النتيجه. اوكي. انا عايزه بقى واحده من حضرتك ان احنا نعمل فقره كامله نتكلم فيها اكتر على او نجاوب على اسئله الفيسبوك الغير طبيعيه اللي مبعوثه، علشان احنا للاسف وقتنا خلص. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور هبه، نورتيني. بشكر دكتور هبه فرج اخصائي الجلديه والليزر بعيادات نبض، بشكرك مره اخرى دكتور هبه، شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.